في الحلقتين اللي فاتوا اتعرفنا على الكياري تايب 1 وعرفنا الباثوفيسيولوجي والكلينيكال بريزنتيشن وازاي بنشخصه في الام ار اي. تعالوا النهارده بقى نعرف ازاي بنعالج الكياري تايب 1. بعد لما شخصنا بالأشعة وعرفنا التونسلز مكانها فين وعرفنا لو في سيرينجو مايليا ولا لا وعرفنا البرين ستيم كومبريشن والكلام ده، هنعمل ايه؟ امتى اقول العيان ده محتاج سيرجري؟ يقول لك patients respond best when operated within 2 years of the onset of symptoms. خلال اول سنتين لو جالك، يا ريت انك تشتغله خلال اول سنتين من السيمتومز قبل ما يبدا يحصل ايه بقى، قبل ما يبدا يخش في مراحل الاتروفي بقى والكومبليكيشنز العنيفه والويكنس والكلام ده. ظهور الاتروفي والويكنس ده بور بروجنوزز، ان خلاص النيورونز نفسها باظت وصعب جدا انك تعيد عملها مره تانية. طيب افرض العيان كان اسيمتوماتيك، تابعه، should be followed up، ويبقى اول ما يظهر له سيمتوم تبقى ايه، تبقى تعمله patients who have been symptomatic and stable for years. لو هو عنده سيمتوم بس ستيبل، شويه صداع بسيطه، شويه تينجلينج بسيطه، هو ستيبل ومش عايز يعمل العمليه، اوبزرف، واول ما يديتيريوريت او سيمتومز تزيد بقى ايه، يبقى اشتغل. يبقى اذا القاعده عندنا ان احنا ما نشتغلش اي حاله، نشتغل حالات سيمتوماتيك فقط، ويا ريت خلال اول سنتين من ظهور السيمتومز قبل ما يحصل بقى ايه كومبليكيشنز بيرمننت. لو عيان اسيمتوماتيك تابعه واول ما يظهر له سيمتومز اعمله، لو عيان عنده سيمتومز بسيطه هو متحملها ولكنها ستيشنري برضه تابعه، لو حصل له ديتيريوريشن يبقى اشتغله. احنا بنعمل ايه بقى نيكست؟ العمليه بتاعتنا اللي هي السب اوكسيبيتال ديكومبريشن، عمليه مهمه جدا لازم تكون عارفها. احنا بنعمل ميد لاين انسيجن كده من عند الانين لحد نبص على الصوره اللي على الشمال، على الشمال اليمين. بنعمل سب اوكسيبيتال ديكومبريشن ازاي؟ بنعمل انسيجن من عند الايم كده لحد سي 3 4، وهدفنا ان احنا عايزين اكسبوز الفورم الماجنم وسي 1، باين لي كده حدود فورم الماجنم وسي 1، وتشيل كرينيكتومي كده من عند فورم الماجنم حوالي 3 سنتي، قطر الدايره حوالي 3 سنتي على الجنبين وفوق فورم الماجنم، تشيل الايه الكرينيكتومي او الكرينيكتومي ديت، وتعمل كمان فتحه في السي 1. هيظهر لك على الشمال تحت كده الصوره بتاعه بعد لما عملت الكرينيكتومي واللابيناكتومي بتاعت سي 1، هيظهر لك الديوره بتاعت البوستير فصه والسباينال كورب فوق. في حاجه عايز اقول لك عليها، يقول لك ايه، انت اوعى تعمل بوستير فصه دي كومبريشن عنيفه، اوعى تشيل اكتر من 3 سم. ليه؟ ليه انت عايز اصلا تعمل دي كومبريشن لمين؟ للكرينيو سيرفايكال جانكشن. انت مين عندك اللي محشور فورام ماجنم؟ مشكلتك ايه؟ ان فورام ماجنم فيه اختناق، صح؟ اللي يخليك بقى حضرتك تفتح لي البوستير فصه كلها والسيربيلم اصلا اللي مش طايق نفسه؟ هتلاقي السيربيلم بيهرنييت عندك، التنشن عالي والدنيا مخنوقه وهكذا. ده ممكن يكون عنده شالو بوستير فصه او عنده تنتر لاين تحت ولا حاجه، فاهم قصدي ايه؟ فما تفتحش البوستير فصه كلها، لا 3 سم كده من الفورم الماجنم فوق و3 سم على الجنبين، وسع فورم الماجنم كويس، وسع الحته الصغيره اللي فوق ديت تو اكسبوز الجزء بتاع كرينيو سيرفايكال جانكشن، وتفتح لي كمان السي 1 من ايه من ورا. بعد لما اكسبوز الديور بالمنظر ده، بنفتح الديوره بالواي شيب الواضحه اللي احنا عارفينها كلها، اللي شاف حضر عملت في فصل عارفها، واي شيب انسيجن، انجل من فوق وانجل من فوق وتحت عند السبينال كورد، وانت وبعد كده بتفتحها. مهم جدا بقى هنا انك توسع الرينج اللي موجود عند فورم ماجنم، في ديوره الرينج هيكون موجود في حدي كده حته ثيكن شويه، توسع كويس وتتظبط كويس انها ايه تبقى دي كومبريس تماما، زي عارف الكنال ستيروز كده، او بتوسع برضو الديوره هنا تفتحها خالص وتطلقها، بحيث ان الحته بتاع الكيروس الباكر جنكشن دي تبقى ايه، تبقى دي كومبريست، توسع كل الكلام ده. ممكن كمان ناس تقول لك ايه، خش جوه السيربيلر تونسلز وايه، وابدا هتلاقي فيه ادهيشنز وتلاقي فيه فايبرس تيشو، اثر قص كل الكلام ده واعمل دي كومبريشن وادهيزولايسيس لكل الادهيشنز اللي موجوده في المنطقه دي، اتاكد ان الفورم الماجنم المحشوره وسعت وبقت كابيشيس، وبعدين هتروح قافل بقى، تروح كده انت كنت بقى وانت فاتح فوق جايب لي بريكرينيال جرافت حلوه كده، تروح جايب عامل بريكرينيال جرافت على الايه الجزء دوت كده، وتبقى الفورم الماجنم مرحرحه كده. هو عمليه ايه؟ دي كومبريشن. العمليه دي كومبريشن، عايز المكان ده يكون مرحرح،
شلت العظمه اللي عند الفورامين ماجنم وشلت الفورامين ماجنم نفسه وفتحته، وشلت السي 1 كمان عشان اريح الدنيا اكتر، فتحت الديوره ها وريحت الديوره خالص، ولو في رنج موجود عند الكرينو سيرفايكال جنكشن انا وسعته وفتحته، لو في ادهيجنز موجوده عملت ادهيزولايسيس، في بعض الاستيشو قصيته وفتحته وريحت الدنيا دي كلها. في ناس تقول لك كمان ايه زياده في انك تريح الدنيا، كاوتر التونسلز كده، اقعد كاوتر التونسلز لحد ما تشرينك منك وتطلع لفوق، يعني كانك بتزقها لفوق من منطقه الكرينو سيرفايكال جنكشن. بعض الناس تعمل كده، واساتذتنا الكبار بيعملوا برده الكلام ده، ان هو بيروح ماسك التونسلز بالبايبولر كده ويكوترها ها ويزقها لفوق كده علشان برده تبعت على منطقه الكرينو سيرفايكال جنكشن، وبعد كده تروح قافلها بجرافت كده رحرح وجميل. واحنا لما نيكست احنا لما بنفتح بقى بنلاقي ايه؟ اكتر حاجه بنلاقيها تونسلر ديسنت بنسبه كبيره، بنسبه يقول لك 100% بتلاقي التونسلز نازله لتحت. نازله لفين؟ بيلو فورم الماجنم ها او عند سي 1 عند سي 2 عند سي 3 وهكذا، مش فارقه، المهم انها بتكون ايه في تونسلر ديسنت. المهم كمان اللي انا قلته وعايزكم تركزوا فيه اللي هو موضوع الادهيجنز، الموضوع ان من كتر بقى ما الدنيا هنا محشوره وحاجات طالعه وحاجات نازله وطالع نازل وتنشن يزيد تنشن يقل، بيبدا يحصل ادهيجنز في المنطقه دي، والادهيجنز دي ممكن تكون ليها دور مهم في الباثولوجي انها برضو تزنق الدنيا وتخنق الدنيا في المنطقه دي، فيحصل لك ايه؟ فيحصل لك كياري. فاذا يبقى اذا لازم الادهيجنز دي ان انت تفكها. ايه تاني ممكن يكون؟ في سيرنجز. خلي بالك من حاجه، السيرنجز انت لما تفك الدنيا السيرنجز هيخف لوحده، انت ما بتعملش عمليه مخصوصه للسيرنجز، انت مش تعمل له سيرنج وشنطه ولا حاجه، لا لا سيب السيرنج زي ما هو، شيل الكومبريشن اللي موجود عند فورم ماجنم، ريح الدنيا عند فورم ماجنم عن كرينو سيرفايكال جنكشن، والسيرنجز ان شاء الله هيروح لوحده. ايه تاني؟ الديورال باند اللي قلناها، الديورال باند اللي عند فورم ماجنم ديت، الديوره اللي فيها ثيكنينج في المنطقه دي وسعها وخلي الدنيا هنا برضو برحرح. ساعات بيكون في فاسكولار انوماليز، ده كلام بطيخ. سكيلتال انوماليز بقى ان عنده فورم ماجنم انفيرتد، عنده كيل اوف بون، عنده عظم بزياده، عنده سي 1 ارش اتريزيا لازقه في عند لازقه في فورم ماجنم، اوكسيبيتاليزيشن اللي هو بتاع سي 1، كل الكلام ده ممكن انك تلاقيه. طبعا الكلام ده مش هو الكومن، الكومن انك تلاقي فيه سيربيلر هيرنيشن، تونسلر هيرنيشن، الكومن انك تلاقي فيه ادهيجنز، الكومن انك تلاقي فيه سيرينجومايليا، والديورال باند اللي موجوده عند الفورامين ماجنم. كل ده يوسع تماما وسيب الدنيا مرحرحه عند الكرينيو سيرفايكال جنكشن. نيكست نيجي بقى الحاجه من الحاجات السخيفه بتاع كاري تايب 1، بوست اوبراتيف ديس. تعملت عمليه رائعه في ايديك والله العظيم، وسعت ايه ده ايه ده، بص عملت 3 سم كرينيكتومي، وسعت لمات من سي 1، والديوره اللي متشاله والله، والديوره البند اللي اتفتحت، والاديجنز اللي اتشالت، والتونسل اللي اتكوترت، والدنيا رحرحت وقفلت بقى. بعد العمليه العيان فاق، الف حمد لله على سيرة الميديكا بيه، يا سلام ايه الحلاوه دي. بالليل العيان مات، يا نهار اسود مات ليه يا جماعه؟ في ايه؟ لازم اقول لك المعلومه دي ومنها لك بالاحمر، اهو العيان ده يجي له سليب ابنيا، يجي له ابنيا وهو نايم، يا نهار اسود، فجاه يجي له ريسبيراتوري ديبرشن فجاه كده، نفسه يقطع، يا لهوي يا نهار اسود، عن كان زي الفل فجاه كده. دي من ضمن الكومبليكيشنز الشهيره، وانا شفت حالات كده طبعا، شفت حالات كده كتير. عملية بيرفكت، والعيان يصحى ويفوق بالليل يموت. مات ليه يا جماعة؟ ما نعرفش، فجأة مات. لا احنا عارفين بقى بيجيله سليب ابنيا، لازم الحالات دي تتابعها كويس قوي. كلوز ريسبيراتوري مونيتورنج از ريكومندد. ليه؟ حالات دي سب اوكسيبيتال دي كومبريشن للكياري من ضمن الكومبليكيشنز السخيفة اللي بتحصل في اول اسبوع تقريبا او اول خمس ايام، سادن ريسبيراتوري ديبرشن، يا نهار اسود، يجيله دف تتونين بقى دي تو سليب ابنيا. ده غير بقى الحاجات المشاكل الثانيه بقى، سيزفليك والهرنيشن اوف سيربيلر هيمسفيرز، لو انت عملت بقى كرينيوتومي واسعه، اشتغل صندوق كرينيوتومي واسعه، السيربيلر كله يروح طالع لك لبره ها، او انت وانت داخل مثلا بتعمل بتكوتر التونسلز بفزلكه بقى، يلا يا تونسل لقيت البايكه في وشك رحت مكوتره، السلام عليكم ورحمه الله. دي برده من ضمن الايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تواجهك. لكن انا يمكن عامل السلايد دي واقول لك الكومبليكيشن بتاع السيرجري عشان اقول لك كلمه واحده بس، سليب ابنيا وريسبيراتوري ديبريشن واحده من الكومبليكيشنز الخطيره جدا جدا جدا. طيب نيكست، الاوبراتيف ريزلتس بقى غالبا يعني البيشنتس وذ بري اوبراتيف كومبلينتس اللي عندهم بين وكده، دول غالبا بيتحسنوا، يعني اكتر حاجه بتتحسن كويس هو البين، انت خلاص شلت الكومبريشن والحشره اللي موجوده عند الفورم الماجنم، ف
الدنيا هترتاح شويه، الوجع بتاع الصداع هيقل طبعا غير الصداع العمليه يعني، السيرنجز تفك بقى ويبدا الايه التنجلينج والنمنس والحرقان اللي في الايدين والكلام ده يبدا ان هو يتحسن. ولكن weakness is less responsive to surgery. بالذات بقى لو في muscle atrophy طبعا خلاص اللي راح راح يا قلبي. عشان كده دايما نحب ان احنا نشتغل قبل ما يظهر ايه weakness. Sensation may be improved, may improve when the posterior columns are unaffected and the deficit is due to spinal thalamic involvement alone. ان شاء الله sensation يتحسن ويبقى كويس. روتون العالم روتون يعني بيقول لك ان يمكن اهم بنفيت للاوبريشن انك تو ارست ذا بروجريشن. انت مش بس ممكن ان شاء الله العين تتحسن وكل حاجه، لكن انت العمليه انت لابد ان تعملها علشان تو ارست البروجريشن، على الاقل ان العين ما يسوقش، ان العيان حتى لو ما تحسنش، حتى لو فضل عنده ريزيدوال بين، حتى لو في ريزيدوال ويكنس، ان هو العيان مش ايه الموضوع مش هيسوق والدنيا مش هتبروجريس وهكذا. The most favorable results occurred in patients with cerebellar syndrome. طبعا دول هيتحسنوا جدا بنسبه كبيره، تحسن يبقى كبير، الدنيا هترتاح والسيربيلر ما هيرتاح وهكذا. فاللي عندهم سيربيلر مانيفيستيشنز دول هيتحسنوا جدا. Factors that correlate with worse outcome. انت قول ان في worse outcome، وجود الاتروفي المصري ويكلس عارف كده، التاكسيا، سكوليوزز، درجه وصلنا للسكوليوزز، والسيمتومز اللي بقالها اكتر من سنتين. عشان كده احنا نحب نشتغل العيان ده within 2 years من ظهور السيمتومز، ويا ريت قبل ظهور الايه الويكنس. ده كان موضوع الكياري تايب 1. اتمنى يكون اتفهم كويس. اهم حاجه نكون فهمنا الباثوفيزيولوجي كويس وازاي بنشخصه، ايه الكلينيكال بريزنتيشن بتاعته، والانفستيجيشن اللي بنعملها، وكذلك العلاج اللي هو السب اوكسيبيتال ديكومبريشن، وناخد بالنا من السليب ابنيا. اشوفكم بقى الحلقه الجايه وهنكمل كلامنا عن الكياري، ولكن مره جايه نتكلم عن الارنولد كياري مالفورميشن او الكياري تايب 2. كان معكم احمد زهران.